يعد السجاد الإيراني أهم وأعرق المنتجات الإيرانية التي ذاع صيتها في مشارق الأرض ومغاربها، وبعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات عادت من جديد صادرات إيران للارتفاع. في لقاء حصري مع تلفزيون الآن أكد حميد كاركر رئيس مركز السجاد الإيراني أن احتفاظ السجاد الإيراني على مكانته العالمية يتيح المجال لجذب المستثمرين العرب. یکی از اتفاقات خوبی که در برجام افتاد اشاره صریح به لغو تحریم فرش ایرانی بود. من الأشياء الجيدة التي حدثت بعد تنفيذ البرنامج الشامل للمبادرة المشتركة إلغاء العقوبات المفروضة على السجاد الإيراني بشكل صريح. سال 2010 و با مصوبه کنگره که به تایید ریاست جمهور آمریکا رسید و به بعضی از کشورهای دیگه اروپایی، عربی و آسیایی هم به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های عمومی اقتصادی کشور تا حدی کاهش داشتیم. كانت صادراتنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد وصلت إلى الصفر، كما كانت الصادرات قد تراجعت بشكل كبير إلى بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية بسبب المشاكل الناجمة عن العقوبات الاقتصادية العامة في إيران. كانت صادرات السجاد الإيراني تصل إلى 500 مليون دولار في السنة خلال العقود الأخيرة، ولكن نظرا لأسباب لا تتمثل في العقوبات لوحدها بل بمجموعة من العوامل التي تعتبر العقوبات عاملا منها، فقد تراجع هذا الرقم إلى 300 مليون دولار في السنة، وكانت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد بلغت الصفر ولم نصدر أي شيء إليها، والحمد لله فإن هذه العملية قيد التغيير، فقد قفزت الصادرات من الصفر إلى 30 مليون دولار في الفترة الأخيرة، وبموجب الإحصاءات الصادرة عن الجمارك الإيرانية فقد تم تصدير أكثر من 82 مليون دولار ما يعادل 1400 طن من السجاد، وهذا ما يشير إلى نمو يعادل 40% مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من السنة الماضية من حيث الوزن والسعر. با وجود افت صادرات ایران همچنین در بازار جهانی فرش دستباف رتبه 1 رو داره. 10% افزایش رو نشون میده. بازار جهانی این کشش رو داره که در واقع تا 1 میلیارد دلار هم صادرات فرش داشته باشیم. نکته اینجاست که الان ويمكن للسوق العالمي أن يتحمل تصدير السجاد من إيران بما يعادل مليار دولار، والملفت للنظر هنا أنه رغم تراجع صادرات السجاد الإيراني لكنه لا يزال يحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم، ورغم التراجع الذي شهدناه في المرحلة الماضية فإن دولا من الهند وباكستان ونيبال وتركيا وأفغانستان والتي تعتبر منافسة لنا في تصنيع السجاد اليدوي فهي لا تزال بعدنا في الترتيب العالمي لتجارة السجاد اليدوي. به مقصد کشورهای عربی همیشه صادر شده. طالما يتم تصدير نوع خاص من السجاد اليدوي الإيراني إلى الدول العربية، وهو من أكبر السجاد مساحة على مستوى العالم، مثل السجادة التي تبلغ مساحتها 2500 متر مربع التي صدرت إلى سلطنة عمان، والسجادة التي تبلغ مساحتها 6500 متر مربع والتي صدرت إلى أبوظبي، إضافة إلى أنواع أخرى للقصور والمساجد والأماكن المعروفة في الدول العربية الخليجية، وجميعها من السجاد الإيراني واليدوي الذي لا يزال الإقبال عليه كبيرا، حيث وصلتنا طلبية من دولة الجزائر لتصنيع سجادة بمساحة كبيرة، حيث تنحصر صناعة السجاد اليدوي للمساحات الكبيرة بإيران والدول العربية تقوم بشراء هذا النوع منه. بخشی از این بازار هدف صادراتی ما رو متاثر کرد و نکته اینجاست که بعضی از ناآرامی‌های سیاسی که تو چند سال اخیر توی بعضی از کشورهای عربی رخ داد. إن بعض الاضطرابات السياسية التي شهدتها بعض الدول العربية في السنوات الأخيرة أثرت على جزء من صادرات السجاد الإيراني وأدت إلى تراجعها، ونتمنى أن تتحسن الظروف السياسية في الدول العربية لكي نشهد ارتفاع مستوى الصادرات مجددا ورغبة السوق العالمية بالسجاد الإيراني. در واقع سرمایه‌گذاری در این حوزه برای ایجاد مجتمعی که همه فرآیندهای تولید فرش دستباف در اون به انجام برسه، در واقع سرمایه‌گذاری در این حوزه. إن الاستثمار في مجال السجاد اليدوي من قبل المستثمرين العرب لإحداث مجمع تجاري فيه جميع مراحل صناعة السجاد اليدوي يكون قادرا على استقبال الطلبيات من الزبائن الكبار على مستوى العالم هو من الأمور التي أنصح بها وأؤكد عليها بقوة. إن أي استثمار خارجي في مجال صناعة السجاد اليدوي الإيراني سوف يكون مريحا للغاية، لأن القيمة المضافة في مجال صناعة السجاد كبيرة جدا.